ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت جريدة غوفا الإلكترونية أن شخصا في حالة غير طبيعية حاول اقتحام حمام للنساء يوم الأحد بمنطقة بويزكارن التابعة للنفوذ الترابي لجهة قلميم وادنون. وقالت مصادر من عين المكان أن الواقعة خلفت هلعا وخوفا رهيبا في نفوس كل النساء المتواجدات حين وقوع الواقعة داخل الحمام النسائي، ولم يعرف بعد وإلى حدود اللحظة أسباب ودوافع اقتحام الشخص المذكور للحمام، غير أن ذات المصادر أكدت أنه شخص في حالة هستيرية وأنه فاقد للوعي. وفور إشعارها انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، حيث تم توقيف المعني بالأمر بسرعة ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة في انتظار التحقيق معه ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.